إذن سي سعيد، ما بقينا إذا نشاهدوك في تكريم ديال الفنان مطاع، والآن لك الكلمة. تفضل الفنان سعيد الناصري. أنا في هذه المناسبة هذه، لأن ملي كنجيو كنعاودوا على بعض الحوايج اللي وقعوا ما بيني وبين عبد القادر مطاع، واللي لأنه كصديق وكأب روحي ليا، لأنه شارك معايا في عدة أعمال، وفي نفس الوقت بغيت نقر لكم بواحد الحاجة ما في خبر حتى شي واحد، ولكن لما مشات تخرجت منا غنعرفوا عتيق هو اللي قالها. أنني هذه واحد الشهر فقت من النعاس، لقيت راسي وليت كلب، وماشي حتى شي كلب زوين، مقرد كلب بالكراد وكنحك والبرغوت. انا نصعب راسي كنحلم، بغيت نقرص راسي، عضيت راسي، ومع الدار مفيلين عليا من بكري، ديري ليا بالركه في السطح، بديت كنغوت وكنبح، الدار سمعوا الصداع، طلعوا كيجريو، اللي هز عصا اللي هز طالون كيضربوا فيا، وانا كنغوت كنقول لهم رانا ولدكم سعيد الناصر، انا ما عطاش وقع عليا معنا، كنبح وما كيضربوا كيغوتوا، ما تفاهمناش. خرجت للزنقه كنجري، لقيت ولاد الدرب اللي شاد جوال اللي مريح في راس الدرب، مع عندهم ما يدار، كيتسنوا عاشي فاري خرج شي طوبات خرج يتيريو فيها، حنا كنتعلموا كره في هادشي. انا شتعيت كليت العصا، مشيت كنجري، ما عرفت فين، بانت ليا واحد الاداره قصتها، بغيت نطلع لديك الاداره وانا نلقى واحد الحمار واقف قدام الباب، مع هو حمار وانا كلب ما تفاهمناش. قلت ليه هاب 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 هاب، قلت ليه هاب هاب هاب، بغيت نطلع، ويقول لي شت صف مع خوتك. قلت ليه هاب هاب هاب، بغيت نطلع، قال لي شت صف مع خوتك، هو ينرفيني وانا نخرج النياب وهرننت، هو يدير لي انا نوصيكم تمشيو لشي اداره وتلقاو شي حمار قدام الباب هرنوا راه سامارش. طلعت كنجري وانا نلقى عرام ديال الحيوانات مجموعين على واحد الطبيب زوين وغزال كيشبه لتوفيق هكا تبارك الله زويون. قال لي ما تخافش يا ولدي ما تخافش، هضر معايا بتكلباويت. قال لي ما تخافش، هذا راه مرض كيتفشى في البلاد عندنا، شتي هاد الحيوانات اللي قدامي كلهم راه كانوا بشر، ولكن للاسف فقدوا اخلاقهم، فقدوا انسانيات ديالهم، وكل واحد فاق لقى راسو ولا حيوان. قال لي شتي هذيك اللفعه اللي ليه، هذيك راه كانت سكرتيره في واحد الشركه، عطيها على الدخل ويد شحال من مدير فرقته مع مراته، فقت لقات راسها لفعه. قال لي وشتي داك التعليب وديب اللي اللور، هذو قال لي راه كانوا في البرلمان، عطاوها للدخل ويد والبيع والشراء ولاو تعليب وديب. قال لي وشتي داك الحمار اللي في الباب، هذاك راه كان مسؤول كبير، نهارنا القضيه ديال 20 فبراير بالحق، هذاك ما خسر والو، كان حمار بقى حمار. ولكن انا كنت فنان وصبحت كلب. قال لي فنان، ولكن ما احترمتي شيء الفن ديالك، ما احترمتيش الجمهور ديالك، وليتي كدوز التلفزيون وتقول لي بغيتي، كتكرفس على الناس وهما تيصفقوا عليك وتيرحبوا بك وكتدخل ديورهم وكيمشوا يخسروا الفلوس باش يشوفوك المسرح، كدير داكشي خايب، ما بقوش كيحترموك، ها انت وليتي كلب. قلت له كيفاش غادي ندير ترجع بنادم؟ قال لي غادي تعيش كلب واحد الوده، ومن بعد غادي تصلح راسك وترجع انسان، وغادي تولي بنادم كيما كنتي ملي تحترم جمهورك. قلت له صافي، ولكن كي غندير وانا فين مشيت كيضربوني؟ قال لي ما تخافش، حنا غادي نعطيك واحد الكلب يدوز لك 16 حتى كلباويت. هما يعيطوا على واحد الكلب جا من اسبانيا، كلب زوين وزعر وعيني زرقين جاي من السبليون. قال لي هو اللي غيدوز لك 16. قلت لي بغيت غير نفهم، واش دابا دخلنا عليكم بالله؟ حنايا ملي كنكونوا بنادم كتجيبوا لنا واحد من الخارج يدوز لنا 16، ودابا حنا كلاب تجيب لي كلب من الخارج؟ شوف شي كلب من هاد ولاد الكلاب اللي عندنا، راه عندنا شي كلاب مزيانين هنا يدوزوا لك. قال لي بركة ما تهضر في السياسة ولا راه غادي تجي لاراف ديال الكلاب. ما عاودتاش معاه، ويخرج داك الكلب قال لي يلا سي الناصري، انا راه كلب سبليوني وعندو واحد النبحه بحال البحه ديال نعيمه سميح، ملي كيدير هذا اما خوك ملي كينبح بحال شداني العوايه، كاع الناس كيسيقوا الخبار. قال لي يلاه معايا غادي نمشيو لواحد البلاصه عند واحد الكلب ديال واحد الحفله كبيره، غادي تمشي معايا تميت غادي معاه. تصوروا الكلب مربي مدرسي مربي، وصلنا للضوء الاحمر، الضوء الاخضر شعل، الناس كتقطع، انا بغيت نقطع. قال لي ارجع احترم راسك راك كلب، خلي بنادم اللي بغى يقطع، حنا خصنا نوقفوا حتى يشعل الضوء الاحمر عاد نقطعوا. تصوروا كلب صاحبي وبنادم غادي قاطع. وصلنا لواحد الفيلا قداشنا هي قصر، قداشنا هو؟ قال لي هذا راه هو القصر ديال الكلب اللي داير عيد الميلاد ديالو، وراه عارض على الكلاب ديال العالم كله. ايوا وقفنا وشويه هو بان لي واحد بنادم مربوط قدام الباب ديال ديك الفيلا. قلت له اش كيدير؟ قال لي هو اللي حاضي الفيلا ديال الكلب. قلت له هذه راه فكرني في واحد الفيلم سميتو لا بلانيت دي سانج، مني ولي ولي سانج. قال لي هذيك لا فيكسيون، هذه لا رياليتي. بداو كيوقفوا لي ليموزين ولي مرسيدس قداشنا هما، والكلاب جايين وصايقين بهم الثياب، وتيبان لك الكلب نازل وكل كلب معاه كلبه، وداخلين مجتمع كلباوي محترم. دخلوا تما الا داخلين هما يحبسوا لي واحد جوج ديال الكلاب وديهم مقلشين. قال لي اجي عندك الوراق. قلت لهم اين اوراق؟ قال لي جالب. قلت لهم ما جلبت تا منك كتب نادم، دابا نجلب انا اللي كلب. قال لي
شويه ويجي لك الصبليوني ويقول لي راه معايا وهو يضمنني. قال لي راه دي شان بوليسي راه هذا الكونترول. جبت الوراق ديالو تصوروا كلب في الصبليون عنده الوراق وخوتنا حنا مساكن في الصبليون كاع ما عندهم الوراق ما فهمتش انا هذا القضيه. دخلنا وحنا لقاو واحد الكلب ولد الحرام عنده واحد الكريشه وشاد السيجار ومدور به الكلاب وناشط والبتيت كانيش حدا ام 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 واحد الكانيشه تما تجي عندي ام ام شمت ريحتي بو يا ما حملاتنيش. حسيت براسي محقور دوبلومون محقور وانا كلب وكلب محقور. شويه هما يحطوا الماكله دابحين بنادم وداك بنادم فيه البرص وبين مقرد لان بانوا لي رجليه واكلهم العصا. شويه حطوا داك الشيء وبداو قالت لي واحد الكلمه كول. قلت لها اخوك باقي جديد في داك البويت ما قالتش ناكل لحم بنادم. بدينا كنهضروا شويه والكلاب محترمين كيهضروا مع بعضياتهم. هذاك يهضر شويه الاخر كيهرنن شويه الاخر كينبح شويه محترمين لا ديسكوسيون لا كومونيكاسيون داك الشيء غادي مزيان. شويه هما يبداو كيغوتوا. قلت لهم يا كلاباس اش واقع ياك ما لاراف ديال الكلاب جات؟ قال لي لا لا هذا كلاب بريفي ما يدخلش لي لاراف. قلت لهم ولكن علاش كتغوتوا؟ قال لي هذاك بنادم اللي مربوط في الباب قطع السلسله وجا خول اللحمه وهرب. قلت لهم وشنو فيها؟ انا مني كنت بنادم الكلب كان كيخول اللحمه ما كنديروش هذه الحاله. قال لي لا احنا ما همناش انه يخول اللحمه ولكن هو بنادم وجا خول اللحمه ديال بنادم بغى ياكلها. احنا الكلاب ما كناكلوش لحم الكلاب. قلت لي ياه احنا الكلاب ما كناكلوش لحم الكلاب. قلت لي علاش؟ قال لي حيت محرموا علينا الدين ديالنا. قلت لي اوه علاه حنا عندنا الدين حنا الكلاب. قال لي قلت لي شنو هو؟ قال لي دين الكلاب. شكرا الفنان سعد النصيري.